والجهاد الدفاعي له. فإذا تحقق الجهاد الدفاعي بوجوده نحتل العالم. اللي يصير مسلم أهلا ومرحبا، ما يصير مسلم يكون موفق ظل، بس اعطينا ضريبة مالتنا. هذا ضريبة؟ ضريبة يسموها الجزية مولانا. يدفع جزية يعني؟ اي طبعا. هذه إذا كان الآن ما موجودة الآن أمم متحدة. اسمحوا لي اسمحوا لي بس اسمح لي تفضل. يعني إذا ما صار مسلم يدفع الجزية؟ لا 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 اسمح لي. شلون؟ أنت الآن ليس فقيها، أنا فقيه، خليني أشرح لك المسألة للمشاهد. طيب أكيد أنت فقيه أكثر مني، أكثر عندما وعيا مني بالدين. إذا آمنا بالجهاد الدفاعي أريد نحتل أمريكا. إحنا الآن على مسألة فرضية طبعا، احتلنا أمريكا وانتصرنا عليها، هاي جبروت. نقول للشعب الامريكي نحاورهم بطريقه شفافه وبطريقه حضاريه، ترى الاسلام عظيم، الاسلام كذا، مع الفقراء، مع الجياع، مع العمال، مع الفلاحين، ضد الخصخصه، ضد الاستثمار، ضد الراسماليه، ضد البرجوازيه، ضد صيروا مسلمين، نتوسل بهم. ما نصير مسلم. نقول له اذا كان كتابيا نقول له اعطينا جزيه. يقول لك احنا ما نصير مسلمين. نقول له اعطينا جزيه. إذا قال ما أعطي جزية نقاتله، هذا إذا كان كتابيا. قاتله إذا ما أعطاك جزية. إيه طبعا، هذا إذا كان كتابيا. أما اسمحوا لي اسمحوا لي. سيد دقيقة. اسمحوا لي لا ما تكمل بس دقيقة. لا لا لا. شنو خبرك عن أمريكا إذا تقاتلهم؟ اسمح لي سأجاوبك. طيب. هنا إذا كان كتابيا نخيره ثلاثة خيارات، إما أن تكون مسلما فإن قبل فلا نأخذ منه الجزية، فإذا أصبح لا يصير مسلما يبقى على مسيحيته ومن حقه همات نقول أعطينا جزية، فإذا رفض الجزية نقاتله. أما المشرك نخيره بين الإسلام والقتال. هذا الرأي ليس رأي أحمد بن الحسن البغدادي، بل رأي كل المذاهب الإسلامية الخمسة. أنت كصحفي، أما أنا فقيه، اسمع كلامي. إذا كان كتابيا ثلاثة شروط واشرحتها الآن، وأما إذا كان مشركا نخيره بين القتال والإسلام. وتسبي نساء؟ كل شيء نسوي. هذا هو الإسلام الثوري، مو أنت تفرض علي. هذا قول الله. أنا ما أفرض عليك. لا هذا قول الله. أنا أنقل لك أسئلة الشارع. أنا شنو الأمم المتحدة؟ الأمم المتحدة ما هي إلا تسيرها الصهيونية. شو اللي تحكي؟ وين تحكي أنت؟ مخبوص بالأمم المتحدة ومن الدولي؟ هاي فلسطين 60 سنة محتلة، ماذا قدمت الأمم المتحدة؟ خيار المقاومة. يعني هسه خيار المقاومة هو التحرير الكامل للعراق ولبنان يعني وفلسطين. يعني هسه إذا ما استجاب، نفرض جدلا الشعب، هاي فرضية طبعا، فرضية. إذا ما استجاب وبقى على مسيحيته، أنت راح تخيره بالقتال وبالفتوحات وبالسبي وغير ذلك. لا، إذا كان مشركا. هنا مسألة خلافية، هل المسيحيون مشركون أم كتابيون؟ فإذا كانوا كتابيون يخيرون بثلاثة أطروحات. يا أبو تقى افهم حكي. وأما إذا كان مشركون نقاتلهم بعد أن نخيرهم للإسلام، إذا رفضوا نقاتلهم ونسبي نساؤهم ونحطب كنائسهم. هل يسمع العالم كل هذا هو الإسلام؟ ما بازدواجية، ما بانتقائية، ما بنفاق. يا أخي افهم معنى الإسلام، أنت شو مسلم؟